نروح مرة أخرى لملعب المباراة ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي. يلا خالد بيبو النهارده فوز كبير وفوز مستحق على الحاجة. الحمد لله، مفيش أكتر من الحمد لله. ربنا كرمنا النهارده بمكسب كويس ومكسب كبير، فرقة محترمة عندهم حاجات كتير قوي جوه الملعب كويسة، وعندهم حاجات كتير جدا. يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل مباراة جيدة، واللعيبة كلها كانت مركزة وكانوا جدعان جدا النهاردة، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل مباراة فنية عالية جدا واداء كان رجولي من كل لعيبة. وبصراحة المدير الفني اتكلم في كل تفاصيل المباراة، والمباراة كلها اتفصصت بالنسبة للعيبة من قبل ما تلعبها، وده كان شيء جيد جدا، واللعيبة قدرت تنفذ. وعندنا لعيبة محترمة، عندنا لعيبة رجالة ويقدروا ان هم في الأوقات الصعبة تلاقيهم ظهروا بشكل جيد. في تركيز جدا كبير على اللعيبة والجهاز الفني وكل أفراد الجهاز قبل المباراة. أكيد طبعا، النادي الأهلي نادي كبير، النادي جمهوره كبير جدا، جمهوره يعني اكبر جمهور في العالم بالنسبه لي، واللي عمل اسامينا كلنا، فطبيعي جدا ان الجمهور يبقى زعلان او مع اي خساره، مع اي نتيجه مش الجمهور مش عايزها. طبعا حقه، وهو بصراحه حقه ان هو يعمل اي حاجه. جمهور النادي الاهلي بيجي وراك وبيتحرك معاك في اي مكان، شفنا النهارده الجمهور عامل ازاي، فمن حقه ان هو يزعل. واحنا ما تقدرش تتكلم، انت بتشتغل وبتحاول ان انت تساعده، بتحاول ان انت تعمل اللي تقدر عليه، ما بتاثرش في اي حاجه، والتوفيق ده بيد ربنا. انما في الاخر هو جمهور النادي الاهلي يستاهل ان انت الواحد يعمل عشانه اي حاجه. جمهور النادي الاهلي ما ينفعش تعلق، الجمهور النادي يعمل اللي هو عايزه. شكرا.